حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. بداية حدثنا عن أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال علوم الفضاء خلال عام 2022. بداية نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وإنجازات للبحرين وقيادة وشعبا إن شاء الله. بالنسبة طبعا لإنجازات الهيئة كانت كثيرة في عام 2022، ونحاول أن نلخص على عجالة أبرز تلك الإنجازات. على صعيد الأقمار الصناعية لله الحمد وصل القمر الصناعي ضوء واحد إلى مداره وبدأ تنفيذ مهامه بنجاح وما يزال يعمل في هذا المدار، كما تم البدء في تنفيذ القمر الصناعي البحريني الثاني بأيدي بحرينية في مملكة البحرين مع العمل على إنشاء أول محطة فضائية أرضية في المملكة. كذلك فازت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالمبادرة التي أطلقتها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء لتصميم وتنفيذ حمولة فضائية تنطلق بمشيئة الله إلى الفضاء في عام 2024، ويبدأ الفريق حاليا العمل على تنفيذ هذه الحمولة تحت اسم أمان وهي متخصصة في الأمن السبراني. فيما يتعلق بمعالجة وتحليل بيانات الصور الفضائية، فقد ساهمت الهيئة في إنشاء أول منصة إلكترونية زراعية في مملكة البحرين بالاشتراك مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من خلال تغذية هذه المنصة بالمعلومات الفضائية. بالنسبة لمشروع من المشاريع المهمة التي أشرفت الهيئة على تنفيذها هو مشروع الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء وتجربة الري الناقص، وتم هذا المشروع بالتعاون مع 5 جهات منها 4 جهات حكومية. كذلك تم تنفيذ 10 دراسات معتمدة على البيانات الفضائية لتلبية الاحتياجات الوطنية. بالنسبة للبحث العلمي تم نشر 8 أوراق بحثية وتم تنفيذ 3 ابتكارات علمية، بالإضافة لاختيار 5 أوراق بحثية من قبل الهيئة كأفضل 100 ورقة بحثية للنشر من قبل الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية. ما يتعلق بالمبادرات المجتمعية، استطاعت الهيئة أن تنفذ 56 فعالية محلية من أبرزها تنفيذ الهاكاثون الدولي بالتعاون مع وكالة ناسا، وتم اختيار 3 مهندس الهيئة ليكونوا ضمن فريق خبراء لجنة تحكيم المشاريع، وعدد المشاريع المقدمة يتجاوز 31,000 مشروع من مختلف دول العالم. كذلك تم تنفيذ أول منتدى فضاء متخصص وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران في 2022. وللمرة الثانية تتبنى الهيئة إرسال 4 من طلبة البحرين وأحد المعلمين للمشاركة في المعسكر السنوي للفضاء الذي يعقد بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. كذلك تم تنفيذ 4 ورش متخصصة بالتعاون مع شركة عالمية للقطاع الحكومي ومؤسسات التعليم العالي، وتنظيم دورة متخصصة طويلة المدى استمرت لمدة 3 شهور بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لعدد 63 من طلبة المدارس الحكومية على المستوى الدولي. الحمد لله فازت الهيئة بجائزة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية للتميز والتنوع 3G بعد منافسة شديدة من قبل 433 جهة من 75 دولة، كما تم اختيار أحد منتسبي الهيئة للعمل ضمن لجنة إدارة المشاريع والبرامج الفضائية الدولية، واختيار أحد أفراد فريق البحرين للفضاء موجها لأبحاث الفضاء من قبل الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، اختيار مهندسات الهيئة لتكون خبير موجه في برنامج سبيس فور وومن لمكتب الأمم المتحدة الأنوسا، وتم انضمام مملكة البحرين لاتفاق أرتمس وكذلك للمنظمة الدولية بالتأكيد نعم، وكذلك الفوز بمقعدين لمملكة البحرين في عضوية المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء، وأخيرا استضافة المملكة للاجتماع الثامن للمجموعة العربية للتعاون الفضائي. نعم بالتأكيد هي إنجازات كبيرة تحققت عام 2022، نتمنى لكم التوفيق أيضا في العام الحالي وقادم الأعوام. شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور محمد العسيري رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا على هذه المداخلة.